عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أهلا ومرحبا بكم، هذه هي الحلقة الثانية من قصة يوسف عليه السلام، وهذه القصة التي وصفها المولى عز وجل بأحسن القصص، أحسن القصص أي أصدق القصص وأعف القصص وأقوم القصص، أحسن القصص لأنه حوى الخبر الصادق والعفة والطهارة والصبر والأناة والحلم والزهد والتواضع والعفو، حوى ذكر الأوائل وذكر مناقبهم الحسنة، حوى ذكر الأنبياء وكيف أنهم قاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى، لذلك سماه الله تبارك وتعالى أحسن القصص. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أن قصة يوسف عليه السلام استغرقت هذه الصورة بأكملها، 111 آية هي الصورة بأكملها، لا تتحدث إلا عن يوسف عليه السلام وقصته مع والده يعقوب عليه السلام ومع إخوته ومع أهل مصر، وماذا حقق الله تعالى على يديه من الخير. يوسف عليه السلام هو صاحب الفضل على بني إسرائيل، حيث أنه آواهم في مصر آمنين مطمئنين كي يهنأوا برغد العيش والأمن والأمان والصحة والعافية والخير الكثير. استضافهم أهل مصر، استضافهم يوسف وأهل مصر مدة طويلة من الزمان، حتى جاء فرعون فسامهم سوء العذاب فخرجوا من مصر مرة أخرى، وشتتهم الله تعالى لما أحدثوا من أحداث. يوسف عليه السلام رأى رؤيا، القصة كلها مبناها على رؤيا، لكنها رؤيا حق، لأن رؤيا الأنبياء حق، ليس كل ما يراه الرائي يكون حقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يراه النائم إحدى ثلاث، إما حديث نفس أو حلم من الشيطان أو رؤيا من الرحمن. اللي بيشوفوا أي حد نايم حاجة من ثلاثة، إما رؤيا من الله وإما حلم من الشيطان وإما حديث نفس. نفرق إزاي؟ حديث النفس هو أن ترى الشيء كنت تصنعه في يومك أو في أمسك فتراه في النوم، يعني ما يكون من شأنك في اليوم، كأن ترى نفسك تأكل تشرب تدخل تخرج تتعامل مع زوجك تتعامل مع جيرانك، ما يكون من شأنك في يومك وفي أمسك وفي غدك. وأما الحلم من الشيطان فهو تحزين، كل ما تراه يلقي في قلبك الحزن والخوف والهلع والضيق والقلق واليأس هو من الشيطان، فالشيطان لا يريك في نومك إلا ما يحزنك ويقلقك ويوأسك ويضيق عليك. فما يراه النائم من هذه الأصناف هو من الشيطان. يعمل الواحد لما يشوف كده؟ يتحول عن جنبه الذي نام عليه، يعني هو قلق من النوم أو قام من الكابوس أو قام من هذا الحلم، ماذا عليه؟ يتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه، لحديث الإمام أحمد، ثم يدفل عن يساره ثلاثة هكذا بين النفخ والتف، يدفل عن يساره ثلاثة ويستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويستعذ بالله تعالى مما رأى، فإنه لا يضره شيء ولا يقصها على أحد، لا يقصها على أحد. الأمر الثالث أن يرى الرؤيا الصالحة،
الرؤية الصالحة هو أن يرى الإنسان نفسه في حال حسنة، في حال حسنة، سواء صحيا أو ماديا أو اجتماعيا أو معنويا، يرى نفسه في جنة، يرى نفسه مع الصالحين، يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الصحابة رضوان الله عليهم، يرى العلماء، يجد نفسه جالسا مع طلاب العلم، يجد نفسه يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يمسح على رأس يتيم، يبر والديه، يرى نفسه يميط أذى عن الطريق، يرى نفسه يصلي، يقرأ القرآن، يزكي، يصوم، يحج، إلى آخره. ما يراه النائم من هذه الأعمال الصالحة أو الهيئة الحسنة أو الهيئة الصالحة، فهذا من بشريات الله تعالى لعبده المؤمن، لقوله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فبشرى الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. بشرى الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث أصحابه بعد صلاة الفجر، فيقول: من منكم رأى الرؤية البارحة؟ من منكم رأى رؤيا البارحة؟ فيقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله مما رأوا من رؤى، ويفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الرؤى كلها من المبشرات، الرؤية الصالحة لا ينبني عليها فعل أو ترك، ليست هي بأمر ولا بنهي، وإنما هي مبشرة حاضة على الطاعة، تحض الإنسان على الطاعة، على مزيد القرب من الله تبارك وتعالى، على مزيد محبة الله ورسوله، على مزيد العلاقة بالصالحين، على مزيد القيام بالأعمال الصالحة. هذا غاية الرؤية الصالحة، ليس إلا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى الحديث أن الرؤية الصالحة، والمقصود بينها بالصالحة بقى، خد بالك، الصالحة هنا معناها الصادقة أي الموافقة للواقع. الرؤية الصالحة يعني الصادقة الموافقة للواقع. هذه الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه؟ اشمعنى 46 جزء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه يقظة عن طريق جبريل عليه السلام مدة 23 سنة. 23 سنة ينزل جبريل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيوحي إليه ما شاء الله له من القرآن أو من الفتاوى أو من الأوامر أو النواهي أو ما شابه ذلك. 23 سنة قبل ما تبدأ أحوال النبوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قعد 6 أشهر يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح. الحديث في البخاري، سيدة عائشة بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بشر به الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، فكانت كفلق الصبح، يعني كانت تتحقق كفلق الصبح. كلنا يعني عندنا يقين إذا انفلق الصبح ورأينا الضوء ورأينا الشمس، هذا أمر كله محسوس والناس كلها مصدقاه، ما حدش يكذبه. فكذلك ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كان يتحقق كفلق الصبح. قعد 6 أشهر على هذا الحال، وكأن هذه إرهاصات ومقدمات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنه سينبأ بالخبر من السماء، وأنه سيأتيه الوحي يقظة. يعني الأول بيبدأ الوحي مناما، ثم بعد ذلك يقظة، وربما يختلط المنام باليقظة، لكن بعد أن ينبأ النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ال6 أشهر بالنسبة لل23 سنة، ال23 سنة دول لو قسمناهم على 2، يعني كل سنة نقسمها 2، كل سنة فيها 6 أشهر و6 أشهر، يعني فيها 12 شهر، فلو السنة قسمناها على 2 يبقى فيها فترتين 6 أشهر، يبقى ال23 سنة فيهم 46 6 أشهر، 46 جزء. يبقى ال6 أشهر بالنسبة لل23 سنة 1 إلى 46، هذه معناها
جزء من 46 جزءا من النبوة. طب يعني ايه برضو جزء من 46 جزء من النبوة؟ يعني اللي يشوف الرؤية الصالحة دي يبقى نبي ولا يبقى اوحي اليه؟ لا طبعا لا يعني هذا. بالنسبة للانبياء والمرسلين هذه الستة اشهر ارهاصات ومقدمة للنبوة في اليقظة والرسالة في اليقظة. اما بالنسبة لغير الانبياء فمعناها انها تقع الرؤيا صادقة. يبقى هنا الرؤيا بالنسبة لغير الانبياء صادقة، اي انها تتحقق كفلق الصبح، لا انها وحي من الله تبارك وتعالى، او ان من رآها يعتبر نبي من الانبياء. فالنبوة لا تثبت بالرؤى، والنبوة لا تثبت بالرياضات ولا المجهود ولا كثرة الصيام والصلاة والذكر تؤدي بالإنسان إلى أنه يرتقي يبقى نبي. طبعا هذا كلام مش صحيح، لكن النبوة اصطفاء واختيار، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا اصطفاء، هذا اختيار. النبوة اصطفاء واختيار، ليست اجتهاد وليست رياضة وليست مجهود بيقدمه الإنسان فيتحقق له النبوة. وكذلك الرؤية الصالحة ليست هي دليل على نبوة إنسان، يعني واحد بيشوف الرؤى وبتتحقق كفلق الصبح. كثير من الناس يتصلوا علي يقول والله انا شفت الرؤيا وصحيت الصبح لقيتها متحققه، كل يوم اشوف اي رؤيا اشوفها في المنام تتحقق. فاقول له ما قال العلماء. العلماء بيقولوا ايه؟ ان النبي عليه وسلم اخبر انه قرب قيام الساعه لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ قرب قيام الساعة. ليه؟ لأن مع اقتراب الساعة بيبعد الناس عن الدين، وبيبعد الناس عن الوحيين القرآن والسنة، ويبقى العلم في الناس قليل. فالله تبارك وتعالى ينذر الناس ويبشرهم عن طريق الرؤى للمؤمنين والصالحين، عن طريق الرؤى للمؤمنين والصالحين. وبهذا تكون الرؤى هنا بمعنى الصدق، يعني أنها تصدق في الواقع، تقع كما رآها العبد في منامه. وكما قلنا ان الانسان يشوف الرؤيا تتحقق، ده مش معناه ان هو صالح 100% او انه هو مختار من قبل الله تبارك وتعالى، او انه هو حاجة كويسة او حاجة عظيمة جدا. كما قلت لك ان هذا من علامات الساعة، لا تكاد الرؤى تخطئ مع قرب قيام الساعة. العلماء بيقولوا هذا دليل على بعد الناس عن الوحيين الكتاب والسنة. لكن الانبياء رؤاهم صدق وهي ارهاصات ومقدمات للنبوة، زي ما شفنا مع سيدنا يوسف. أول ما سيدنا يوسف رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين، أبوه على طول قال له إيه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سيدنا يعقوب كان من المعبرين للرؤى، وكذلك ولده يوسف عليه السلام كان من أكثر الناس تعبيرا للرؤى، وتكرر في القرآن الكريم في سورة يوسف بالذات ولنعلمه من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث. فتأويل الأحاديث يعني تفسير الرؤى، تفسير الرؤى تفسيرا صحيحا تفسيرا حسنا. فسيدنا يعقوب أول ما سيدنا يوسف حكى له الرؤية دي عرف على طول أن يوسف مبشر بالنبوة، وأنه المختار من قبل الله تبارك وتعالى ليرث يعقوب ويرث آل يعقوب ويرث إسحاق وإبراهيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم. فيوسف عليه السلام كان ممن خصهم الله تبارك وتعالى بتأويل الرؤى، وكل الأنبياء لهم تأويل للرؤى ولهم قدرة على تفسير الرؤى. ليه؟ لأن تفسير الرؤى إما عن علم صحيح من الكتاب والسنة، وإما عن
توفيق من الله تعالى للنبي او للرجل الصالح او للانسان الصالح، بشرط ان يكون عنده علم ومبادئ في تفسير الرؤى، عشان ما فيش اي حد يسمع اي رؤية لاي حد يقوم يفسرها. وانا بحذر ان اي حد يفسر بدون ان يكون لديه علم في هذا الامر، لان هذا علم وليس هو من قبيل الفقاقة ولا من قبيل القوة الذهنية ولا من قبيل الاختراعات والهوى. لا، تفسير الرؤى علم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر الرؤى لأصحابه ليعلمهم كيف يفسر الرؤى. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إحدى صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: رأيت الناس عليهم قمص، منهم من يبلغ الركبتين، ومنهم من يبلغ الحقوين، ومنهم من يبلغ الثدي، يعني لحد صدره هنا، لا بس مش لحد هنا بس، ومنهم لحد بطنه، ومنهم لحد حقويه، ومنهم لحد ركبتيه، ومنهم، ورأيت عمر وعليه ثوب يجره جرا. أما الصحابة يعني كشوا كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر كان لابس جلابيه بتجرجر في الارض. هم سمعوا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من جر ثوبه خيلاء فليتبوأ مقعده من النار، او ما زاد عن الكعبين فهو في النار. فهم فسروا او فهموا من جر الثوب ده حاجه وحشه على سيدنا عمر. فالصحابه، لكن الصحابه طبعا من الادب الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لا يتكلمون في حضرته بغير علم ولا بغير اذن، إنما يسألون هو. فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قلت: تأويله إيه يا رسول الله؟ فقال: أولته الدين. الله، يبقى الثوب الطويل اللي بيجرجر في الأرض في الحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، واجب على المرأة تجر ثوبها وراءها ترخينه شبرا أو ذراعا لتستر نفسها. أما الرجل فلا يطيل ثوبه إلا إلى الكعبين، فما زاد عن الكعبين ففي النار. لكن إطالة الثوب في النوم له معنى جميل، له معنى إيه؟ معنى الدين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الثوب الطويل السابغ الساتر بالدين. برضو النبي صلى الله عليه وسلم فسر أيضا اللبن، تعاطي اللبن، شرب اللبن يعني، أنه العلم، وفي رواية بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتني وقد أوتيت قدحا من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلة منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن التأويل له ضوابط وله علوم وله التزامات. بعد هذا الفصل نتكلم عن هذا بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مرة أخرى والحديث يدور حول الرؤى. فالرؤية الصالحة كما ذكرنا لها تأويل، أي لها تفسير حسن. لابد ألا يؤول الرؤيا ولا يفسرها إلا عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعالم بمبادئ الرؤى، وكذلك يكون يعني له قلب سليم محب للخير للناس. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب. لأنك إذا أخبرت بالرؤية الصالحة من يكرهك أو من يحقد عليك، ربما أولها تأويلا فاسدا فتقع الرؤية على وفق هذا التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على جناح طائر، أينما فسرت وقعت. وفي رواية: الرؤيا على رجل طائر، فمتى فسرت وقعت. فلا بد أن يفسر الرؤيا عالم محب، عالم محب، ما يبقاش واحد له ضغينة وله حقد. وهو ده اللي عمله سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف حكى له الرؤيا، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك
كيدا، خد بالك، فيكيد لك كيدا. دي ان هم اصلا سيدنا يعقوب عارف عنهم ان هم بيكيدوا ليوسف وبنيامين وما بيحبهمش قوي، وفيهم نوع من الحسد والحقد على اخيهم المحبوب المقرب لوالده. فلو انه اخبر اخوته بالرؤية لازدادوا له كيدا وحقدا وحمقا، وربما امتدت ايديهم اليه لاهلاكه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبر بها الا من تحب، الا من تحب، ولا يخبر ولا يتكلم احد في تاويل الرؤيا الا اذا كان عالما بالتاويل. هناك ضوابط لتاويل الرؤى، وهذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهناك كتب خاصة بالتأويل وتبين كيف يكون للتأويل. سيبوكوا بس من الكتب اللي هي منسوبة لفلان ولفلان ولفلان، ربما هناك كتب منسوبة غير منضبطة، ولكن الحقيقة أن للرؤى والمنامات تفسيرات جيدة جدا، والذي يقوم بالتفسير لابد أن يكون عالما ويكون محبا وصدره منفتح لكل الناس ومحب الخير للناس. يبقى اذا ما يراه النائم احدى ثلاث: اما رؤيا صالحه، واما حلم من الشيطان، واما حديث نفس. اما حديث النفس فيطرحه جانبا، واما الحلم من الشيطان فيستعيذ بالله منه، واما الرؤيا الصالحه فلا يخبر بها الا من يحب، العالم الذي يحب. انا بفاجئ بناس كثيره جدا كل ما تشوف حاجه في النوم يصحى: انا النهارده شفت باكل بذنجان، انا شفت بنتي مش عارف بتعمل ايه، انا شفت ابني رايح فين، انا شفت الدنيا ظلمه، انا شفت الدنيا منوره، انا شفت، وهكذا. يعني كل ما يراه النائم يقعد يحكي يحكي يحكي، وعايز تفسير لكل رؤيه. احنا قلنا ان الرؤيه الصالحه بس التي يطلب لها التفسير، الرؤية الصالحة هي التي يطلب لها التفسير. واحنا قلنا الرؤية الصالحة التي تحوي خيرا او تحض على خير او تبشر بخير. واما الرؤية الحلم من الشيطان كل شر وكل تحزين وكل تيئيس وكل مشكلة تراها في نومك هي من الشيطان، ادفل عن يسارك سلاسا واستعذ بالله منه. واما حديث النفس اللي هو اللي بيحصل كل يوم. نرجع تاني لقصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف لما قص هذه الرؤية على والده فسرها له والده. والده اللي هو مين؟ ايوه، اسرائيل. يعقوب هو اسرائيل، سيدنا يعقوب اسمه اسرائيل، واسرائيل تعني عبد الله او عبد الرحمن. فسيدنا يعقوب هو اسرائيل، وبنوه هم بنو اسرائيل، بنوه هم بنو اسرائيل 12 واحد، 11 غير يوسف عليه السلام. وبنو اسرائيل منهم الصالح ومنهم الطالح، وزي ما شفنا 10 من اخوات يوسف اللي هم من الام الثانية الام الاولى، هؤلاء العشرة كان فيهم من الدخل ما فيهم، وفيهم من الحقد، وفيهم من الحسد. واوعى تقول ان هم كانوا انبياء، لا، اولاد سيدنا يعقوب لم يكن فيهم نبي الا يوسف عليه السلام. اما العشرة دول هؤلاء لم يكونوا بانبياء ولم يكونوا يوحى اليهم، هذا كلام مش صحيح. اما الاسباط اللي موجودين في القرآن الكريم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. الأسباط هنا ليسوا هم أبناء يعقوب، إنما كلمة سبط، سبط يعني ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت يسمى سبط، وابن الابن يسمى حفيد. لذلك الحسن والحسين كانوا يقولوا ايه؟ سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سين ط سين ب ط ي، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابناء البنت اسباط، وابناء الابن احفاد. فاسباط بني اسرائيل هم البطون التي تفرقت وأنجبت بني إسرائيل. من هذه البطون صالحون وغير صالحين، منهم أنبياء ومنهم دعاة ومنهم فسدة ومنهم فسقة ومنهم الذين ملأوا الأرض فسادا ونارا وظلما وحقدا وحسدا، كما نرى يعني كلما أشعلوا نارا للحرب أطفأها الله.
فلما يذكر ربنا الاسباط هنا يقصد الانبياء الذين ولدوا من اسباط اسرائيل عليه السلام، من اسباط بنات يعني سيدنا اسرائيل عليه السلام. هؤلاء كانوا يعني كان فيه منهم صالحين، انبياء ودعاه ورسل، وانبياء بني اسرائيل كثيرون. الله تبارك وتعالى يعني كلما هلك نبي بني اسرائيل كان يبعث لهم نبيا اخر يسوسهم، فكان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان ابناء يعقوب دول اللي هم العشرة دول اللي تمالؤوا على يوسف واخيه ليسوا بانبياء ولم يوحى اليهم، بل وقعوا في جرم عظيم. الجرم الاول انهم قصدوا الى قتل يوسف عليه السلام او اهلاكه بطرحه في الارض او بضياعه في ارض لا يصل بعد ذلك الى ابيه، ووقعوا في قطع الرحم حيث انهم عقوا والدهم ولم يرحموا كبره وشيخوخته وضعفه، وفرقوا بينه وبين ولده، وكذبوا على نبي الله يعقوب، وكذبوا على نبي الله يوسف، وفعلوا أفاعيل، لكن تاب الله عليهم وغفر الله لهم لدعوة أبيهم لهم واستغفار أبيهم لهم، قال سوف أستغفر لكم ربي، وأيضا لاستغفار يوسف لهم وعفوه عنهم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. إذن يعني هم فعلا ارتكبوا الذنب، ارتكبوا الخطأ أو الخطيئة كما سماها الله تبارك وتعالى، إن كنا خاطئين، يعني هم اعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا متعمدين للخطأ، متعمدين لأذى يوسف، متعمدين لإهلاكه، متعمدين لضياعه. فالمقصود إخوتي الكرام أن الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام، هو شاف إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. على طول سيدنا يعقوب فسرها له أن الشمس هي أمه، والقمر هي أبوه، والحداشر كوكب دول إخواته، وبين له أن هذه الرؤيا تعني أن يوسف عليه السلام سيكون له شأن عظيم وعلو في الأرض وملك وتمكين ونبوة ووحي ورسالة، وأنه سيعلو على إخوته، وأن إخوته سيخضعون له ويذلون له ويتواضعون له حتى يسجدوا له سجودا. طيب سيدنا يعقوب ده نبي، لما يقص عليه هذه الرؤية هل يقع في قلبه شك أنه من الممكن أن ينال يوسف أي أذى من إخوته؟ من إخوته؟ هل من الممكن إخوته يغيروا من قدر الله شيء مما كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ لا، هو عنده يقين أن هذا متحقق. أمال ليه قال له لا تخبر إخوتك بهذه الرؤيا، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا؟ هذا من باب الأخذ بالأسباب، هذا من باب الأخذ بالأسباب. نعم، كل شيء بقضاء وكل شيء بقدر، المرض بقدر والشفاء بقدر، الغنى بقدر والفقر بقدر، العلو بقدر والانخفاض بقدر، الموت بقدر والحياة بقدر، كلها أقدار. لكن مع هذا الله تعالى شرع أسبابا لتحقيق هذه الأقدار، فكما قدر لك أن ترزق شرع لك أن تسعى في طلب هذا الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى إذن هو شرع لك أو كتب لك الرزق، ومع هذا شرع لك أن تأخذ بالأسباب في طلب هذا الرزق. فالله تعالى كتب ليوسف النبوة، وكتب له العلو في الأرض، وكتب له التمكين والوحي وإلى آخره، ومع هذا أمر الله وأمر يعقوب عليه السلام، وأمر الله تعالى يعقوب ويوسف أن يأخذوا حذرا من أن يكون هناك من يعيق مسيرتهم هذه، والمسيرة متحقق. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كم لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة وعنت من قومه، من يوم بعثته إلى يوم هجرته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم،
كم من المرات تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأذى وربما إلى القتل والتسميم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب فيخالف الطريق إلى المدينة حينما أراد أن يهاجر، يخرج من بيته في الليل حتى لا يراه القوم، يذهب إلى أبي بكر في وقت الضحو أو في وقت اشتداد حرارة الشمس في الوقت الذي يكون فيه المشركين في بيوتهم من شدة الحر، يغذي ناقتين من أجل أن ينتقل عليهما، وهكذا أخذ بكل الأسباب على الرغم أن الله قال الله له: والله يعصمك من الناس إن كفيناك المستهزئين. إذن الأخذ بالأسباب لا يعارض الإيمان برب الأرباب، لا يعارض الإيمان بالقدر. فيعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام آمنوا بقدر الله المكتوب، وأن يوسف نبي وأنه محاط برعاية الله تعالى وحفظه، ومع هذا أخذ بالأسباب. فأبوه يقول له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أكد الكيد بهذه الكلمة كيدا، المفعول المطلق هذا يكيد لك كيدا، من أجل أن يؤكد له أن كيدهم السابق شيء، وكيدهم الذي ربما يوقعوه بك إذا عرفوا هذه الرؤية هيبقى شيء آخر. فاستجاب يوسف ولم يخبر إخوته بهذا، لكن الشيطان للإنسان عدو مبين، فلا زال إخوة يوسف يدبرون له الصعاب والمشاكل لما يروا من حب أبيه، كما ذكرت لكم في الحلقة السابقة الحب الفطري والحب الشرعي لسيدنا يوسف. مع هذا بدأوا يكيدوا له كيدا، ولذلك قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات السائل. خد بالك من كلمة آيات دي، ما قالش آية، آيات يعني مواعظ ودلالات كثيرة جدا. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن سيدنا الإمام ابن القيم قال إن في قصة يوسف أكثر من 1000 فائدة، هي دي بقى الآيات، فوائد من قصة يوسف، عبر وعظات، آيات ودلائل لكل سائل يسأل عن مدى حفظ الله ورعايته ليوسف، يسأل عن مدى أن الله تعالى غالب على أمره، وما أراده الله متحقق لا محالة، ونصره لأهل الإيمان واقع لا محالة، وحفظه لجنده لا محالة واقع، ونصره لعباده الصالحين والمستضعفين واقع لا محالة، وأن الصبر في تضاعيف هذا النصر، والصبر في تضاعيف هذه العصمة وهذه الإحاطة. الله تبارك وتعالى حفظ يوسف عليه السلام. انظروا إلى إخوته، اجتمعوا، عملوا اجتماع وبدأوا يتناقشوا ماذا نصنع في يوسف من أجل أن نتخلص من حب أبيه الجارف له، من أجل أن يخلو لنا وجه أبينا، يبقى خالص لينا احنا، يقعد معانا احنا ويهزر معانا ويتكلم معانا ويحبنا احنا، وهم مش واخدين بالهم ان هو بيحبهم وبيعاملهم كويس زي ما قلنا في الحلقة السابقة. لكن يوسف طفل صغير 7 سنوات أو 8 سنوات، يحتاج إلى رعاية أكثر وحنان أكثر ولطف أكثر وقرب أكثر، وأبوه شيخ كبير يحتاج إلى أن يرعى هذا الولد فيما بقي له من حياته حتى يستطيع أن يتمم رسالته له. لكنهم لا يفهمون هذا، هم لا يفهمون إلا شيئا واحدا: الإيثار، إيثار أنفسهم على غيرهم، وحب التملك، يحبون أن يتملكوا أباهم لنفسهم وحدهم، لا يملكه أحد غيرهم، وهكذا. ولكن هذه الخصال الغريبة التي يعني ظهرت في إخوة يوسف، نجد اليهود اليوم بيعظموا إخوة يوسف ويذكروا إن هم ارتكبوا في حقه كذا وكذا، ويضخموا في ارتكابهم لهذه الأمور في حق يوسف، وفي نفس الوقت يقولوا عليهم إن هم أنبياء. ما الذي جعل اليهود يقولون على إخوة يوسف أنهم أنبياء؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة، إن لهم دخيلة ولهم نية في أن يصفوا هؤلاء بالأنبياء حتى يسهلوا على أنفسهم ارتكاب ما هو أقبح مما ارتكبه إخوة يوسف، وهذا الذي سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى حلقة قادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.